أهلا بكم إلى أخبار الجزائر، وهذه عناوينها: شواطئ الجزائر الساحرة تلقى رواجا مع بداية العطل، محرز يحسم مستقبله الرياضي، وفتح 9 معابر حدودية بين الجزائر وتونس. تنقل رواد مواقع التواصل صورا لمختلف الشواطئ الساحرة في الجزائر تزامنا مع بداية العطل الصيفية في خطوة للتعريف بالسياحة في البلاد. في الأثناء تحسر البعض لنقص المرافق السياحية وغلائها في كثير من الأوقات. أطلقت محافظة الغابات بمشاركة قوات الأمن حملة تحسيسية حول منع التخييم وإشعال مواقد الشواء في الأماكن الغابية تفادياً لحرائق الغابات، ودعت المحافظة المواطنين إلى الابتعاد عن الممارسات المؤدية إلى نشوب الحرائق. وجه رواد مواقع التواصل انتقادات لسلوكيات الرمي العشوائي لجلود وأحشاء أضاحي العيد، حيث حذر البعض من تسبب ذلك في انتشار الأمراض، في حين طالب آخرون السلطات بإيجاد حلول لظاهرة تتكرر كل عام. كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن اقتراب النجم الدولي الجزائري رياض محرز من تجديد عقده بصفة رسمية مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي. كما أضافت الصحيفة أن قائد الخضر سيوقع عقدا جديدا مع سكاي بلو يمتد إلى غاية صيف 2025. تشرع الوكالة الجزائرية للنفايات في تطبيق نظام الفرز الانتقائي على مستوى الأحياء الكبرى بثلاث ولايات نموذجية قبل تعميمه تدريجياً على باقي ولايات البلاد، وذلك بهدف تسهيل عمليات تدويرها. كشف وزير الداخلية كمال برجود عن فتح 9 معابر حدودية بين الجزائر وتونس قصد إعادة حركة التنقل والسياحة بين البلدين بعد غلق دام لأكثر من عامين بسبب جائحة كورونا. أعاد عيد الأضحى الحياة لقرية بوشيبة بولاية برج بوعريري شرقي الجزائر بعد أن ظلت مهجورة لسنوات بسبب الأزمة الأمنية خلال العشرية السوداء، حيث قرر سكانها تشكيل لجنة تهتم بإعادة تهيئة مرافقها الحيوية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.